حال واحد العوام راه كان عندنا الجفاف راه ما درناش العيد جوج، يعني جوج ديال الاعياد ما عيدناش. حتى هذا العام هذا الا كان غادي يضر الشعب الطبقه الكادحه المواطنين، الا كان الحولي ب 4000 و5000 درهم راه كنظن من الاحسن انه ما يكونش عيد الاضحى، ومن هاني تيبقاو الذبيحه تبقى لعباد الله باش يمكن لهم يشريوا اللحم بواحد الثمن مناسب باش حتى المسكين حتى هو ياكل اللحم. وفي الحقيقه ولدي العيد سنه مؤكده، يعني خاص ضروري نعيدو، غير هو الحواله خاص يكونوا شويه ناقصين، يرخفوا علينا شويه باش كلشي يعيد، يعيد الدرويش ويعيد اللي عنده اللي ما عندوش. والوليدات كيفرحوا في هذا العيد دائما، عيد الاضحى كيبغيو الوليدات يفرحوا بالعيد وكيبغيو، وحنا سنه مؤكده خصنا ضروري نعيدو. الناس كتشكى من غلاء المعيشه والناس ما عندهاش لي مويا، عيد الاضحى سنه، الا عندك عيد ما عندكش ما تعيدش، بحالو بحال الحج، عندك سير عيد وفرح معك الفقير، ذوق الفقير وصدق، ما عندكش تريح تعيش دوز نهارك عادي بحال سائر الايام وما تكلفش على راسك. من الاحسن ما يكونش العيد، على حسب الوقت عيانه بزاف، كاين مسكين اللي ما خدامش ما مع الاسعار طالعه مرتفعه بزاف، كي غايدير بنادم؟ كاين اللي عنده كرا عنده وليدات عنده بزاف، وغادي يكون غالي غادي يكون مرتفع بالثمن، من الاحسن ما يكونش يا خويا. ضروري عندنا السنه هذاك هو اللي كنفرحوا ليه من العام لعام، ونطلبوا من الله يكون ان شاء الله يرخفوا علينا ونبغينا يكون ضروري ضروري ما خصش جاي من العيد. انا سوي كونتر، انا ضد القضيه هذه. اولا علاش؟ صحيح هي سنه مؤكده، اللي ما عندوش راه الاسلام كيقول ليه ماشي مشكل، ماشي ضروري يعيد، ماشي ضروري يشري حولي، غير هو الناس اللي ما عندهمش الفلوس اللي ما قادرينش يعيدوا، هنا خصو يبانوا الناس اللي لاباس عليهم ويخرجوا الصدقه ويخرجوا الفلوس ويطهروا فلوسهم وكذا، باش الناس اللي ما عندهمش ماشي ضروري تعيد ب 70 80 تعيدها باش ما قسم الله الوليدات ناشطين كلشي ناشط. العيد الكبير خاصو يكون هو السنه عطينا الله سبحانه وتعالى، كنضحيو لله، كل بهيمه على حساب الثمن ديالها، بغيتي الكبر داير ثمن، بغيتي الصغور داير ثمن، على حساب المستطاع ديال بنادم البهيمه. المهم يكون العيد، هذه ضحيه لله، كيضحي الشعب المغربي ضحيه لله في سبيل الله.